دلوقتي 8 سنين ماسكه القهوه هنا اداره. الحاج صاحبها كان تعب شويه وشغلني فيها لان هو مربينا، انا مولوده هنا في خان الخليلي فاقرب الناس لي يعني. في واحد هنا هو برضه معايا بس انا بمسك الصبح من لاني 24 ساعه بمسك مثلا من 12 الظهر ل 12 بالليل، وهو كذلك من 12 بالليل ل 12 الظهر. هي بتبقى ورديه، واحد من اللي شغالين هو مربيه برضه وانا. هو طالع كده بسنت الشاي يقول لي مثلا دي لفلان، فبأيد انا عندي هنا بكتب فلان خد 3 شاي مثلا. عندي الدفتر اللي هو اليوميه دوت بكتب التوتال يعني اخد مثلا ب 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه 30 جنيه بكتب التوتال زي ما حضرتك شايف كده. ده دفتر اليوميه اللي هم بيشوفوه. هو الوضع دلوقتي يعني الحاجه غاليه فاهمني، فبنحاول نعافر. انما الاول كان في شغل، وكان الخواجات لما كانوا بينزلوا سواء تاكسي بيسترزق، الاوتيل بيسترزق، المطعم بيسترزق، كله بيسترزق. فهي قلت، فبقينا احنا يا مصريين يا عرب بيجوا مثلا، وفتره العرب صغيره فبتفرق كتير. يعني انا فاكره من وانا صغيره ما كنتش اعرف امشي من الشارع هنا من الخواجات اللي فيه. هي ممكن تكون الرحلات لما بيجينا رحله مثلا وكلها شباب صغير وبنات صغيره، فيجي واحد مثلا يتفق معايا احنا معانا جروب يا حاجه و 20 نفر 30 نفر عايزين نقعد، اقول له ماشي يا حبيبي فدي له مكان وقعدوا. يبتدوا بقى مثلا واحده ست فاهم بتشتغل، لا تعالي انا عايزه اتصور معاكي وكده، طب اتصوروا. فلاقي بعديها بقى في تريقه، فدي بتزعلني. بص انا كنت ربه منزل ومعايا 4 عيال سني 36 سنه. فاشتغلت في ورشه ذهب لان كان لي اخ بيشتغل في الذهب، فبنشر الذهب وبعمل ده كده. فاشتغلت الفتره فالمصاريف بتزيد كل ما والعيال بتكبر ومدارس وبتاع. انا الحمد لله جوزتهم كلهم الحمد لله، ما فيش الا سامح ابني الصغير ده اللي لسه عندي واحد بس لسه ده هو تعبان شويه بس الحمد لله يعني ده اللي فاضل معايا يعني.